الملفات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية جميعها مؤجلة إلى ما بعد عطلة الأعياد وعودة الحياة السياسية إلى طبيعتها. وفي الانتظار يبقى الجمود سيد الموقف في المشهد الداخلي الذي لم تخرقه سوى تصريحات النائب ميشيل عون بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي. عون أكد أنه مستعد للقاء أي كان من أجل الوصول إلى حل، مشيرا إلى أن مقاطعة الحوار جريمة بحق الوطن وأن البديل على الحوار هو القتال. في الشأن السوري تفرض العمليات العسكرية المتواصلة نمطها على المساعي الدبلوماسية المتعثرة في إيجاد حل للأزمة، ففيما تتواصل المعارك الشرسة بين الجيش النظامي والمعارضة في مختلف المناطق السورية مخلفة مزيدا من الضحايا، نعى دبلوماسي عربي في موسكو أي أمل من المحادثات التي جرت بين وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف والمبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي، مشيرا إلى أنها دفنت عمليا الأمل بوجود خطط متكاملة لدى الإبراهيمي يمكن أن تشكل أرضية لنقاش ثلاثي مع واشنطن وموسكو في الفترة القريبة المقبلة.